أنتقل مباشرة مشاهدينا الكرام لنوثق لكم يعني ما تم تداوله بالأمس مع الدكتور محمد عمر هشام سبسوب، وهو مسؤول قسم التحقيق في الدار الشامية. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في جهدكم الذي تقدموه. هذه الموسوعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم، في ميزان يعني حسنات شيخنا الإمام القرضاوي. ماذا تحدثون الناس عنها؟ ربما لم يتبقى معي إلا دقيقتين لانتهاء هذه الحلقة. الدار الشامية هي التي تصدر هذه الموسوعة، تفضلوا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى أن يرحم العالم العلامة الدكتور الذي هو أشهر من علم، رحمه الله أنسه الله، آمين. ونفع الأمة بعلومه وأخلف الأمة خيرا إن شاء الله تعالى. الدكتور يوسف القرضاوي، لا يعني أستاذنا أبو زيد جزاه الله خيرا، تحدث عن الأعمال الكاملة التي ورثتها الأمة من الإمام القرضاوي بفضل الله تعالى. كرم الله وشرف الله تعالى الدار الشامية بأن تشرف وتهتم بطباعة هذه الأعمال الكاملة التي تبلغ 105 مجلدات، والتي تبلغ من الأوراق 75,000 ورقة أو صفحة، ما شاء طبعا الله موزعة على 13 محورا كما تفضل الشيخ. ما شاء أوجز الله. هذه المحاور بعجالة: المحور الأول التعريف العام بالإسلام، المحور الثاني هو العقيدة، المحور الثالث الفقه وأصوله، المحور الرابع الفتاوى، الخامس القرآن وعلومه وتفسيره، السادس السنة النبوية وعلومها، السابع فقه الأمة ودعوتها وصحوتها وحركتها الإسلامية، الثامن التاريخ والشخصيات الإسلامية، الشعر والأدب ما شاء والحوار، الله العاشر نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام، ما شاء الله. الحادي عشر خطب الجمعة، الثاني عشر المحاضرات، والمحور الثالث عشر والأخير وهو رسائل ترشيد الصحوة. ما شاء الله. دكتور محمد، أريد هنا أن أتوقف يعني عند نقطة وأختم بها. متى ستصدر هذه الموسوعة؟ الموسوعة الآن هي قيد الطبع، يعني نسأل الله تعالى أن تكون جاهزة وفي متناول أيدي الأمة في يعني إن شاء الله شهر تقريبا إن شاء الله تعالى، يا رب ربما أكثر ربما أقل، نسأل الله تعالى أن يتمم هذا الفضل، يا هو رب ولي ذلك والقادر عليه. يا رب. يعني وأحيطكم علما بأن هذه الأعمال الشامل، يعني هذه الأعمال الكاملة، قد أكرمنا الله تعالى بمراجعة الإمام الشيخ يوسف القرضاوي، بمراجعتها ما شاء الله. وتتبعها قبل أن تطبع نعم وبعد أن راجعها وأشرف على تحضيرها وتجهيزها، ما شاء هي الله، الآن قيد الطبع. نسأل الله تعالى أن يتمم فضله علينا وعلى الأمة الإسلامية بارك بذلك. الله بكم. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير في الدار الشامية. شكر الله لكم دكتور محمد عمر هشام سبسوب، مسؤول قسم التحقيق في الدار الشامية، لوجودكم معنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عملكم.